Which is changes in cell metabolism. Uh, we have three main changes in cell metabolism that occur in cancer cells. One is reprogramming of energy metabolism. The name changes in autophagy. And the third one is formation of onco-metabolites. oncometabolites. What is reprogramming of metabolism? We have normal metabolism. النورمال كيف نحصل على انرجي ان اور سيلز بطريقتين اذا عندنا انوف أكسجين بنستخدم الطريقه العاديه اللي هي oxidative فوسفوريليشن او النورمال ريسبيريشن oxidative فوسفوريليشن بوجود الاكسجين جلوكوز از كونفرتد تو كاربون دايوكسيد وهذا بيعطيني لكل مول جلوكوز 36 مولز اوف اي تي بي الطريقة الثانية إذا ما فيش إناف أكسجين أن إيروبيك جلايكوليسيس جلوكوز بتحول للاكتيك أسيد وبيعطي أونلي 2 ATP مولوكيولز بير مولوكيول أوف جلوكوز أو 2 مولز بير 1 مول أوف جلوكوز إذا هذول هم الطريقتين اللي بتستخدمها النورمال سيلز فور ذير ميتابوليزم فور ذير إنرجي نيدز التيومر سيلز ما بتستخدم لا هاي ولا هاي بتستخدم طريقة ثالثة الطريقة اللي بتستخدمها الـ الـ تيمر سيلز هي إنه بتحول الجلوكوز للاكتيك أسيد رغم وجود الأكسجين رغم إنه في أكسجين الجلوكوز بتحول للاكتيك أسيد يعني من كل مول جلوكوز أنا بطلع 2 مولز ATP only هاي الطريقة إيش بسميها؟ بنسميها aerobic glycolysis لأنه هو glycolysis زي الان ايروبيك glycolysis بس بوجود الأكسجين so it is aerobic glycolysis الايروبيك glycolysis إنه الجلوكوز في الكانسر سيلز بتحول للاكتيك أسيد رغم إنه في أكسجين هذا السويتش إن ميتابوليزم شو استفدنا منه؟ ما طلع لي غير 2 ATP molecules معناها شو استفدت؟ أنا بالعكس أنا الإنرجي اللي بتاخذها السل أقل من الـ من الـ من المفروض بس الاستفادة السل إنه إحنا هون الكربون أتومز إن ذا جلوكوز مولوكيول بدل ما يتحولوا لميتابولايتس أخرى ويطلعوا أز كربون دايوكسيد لا أنا قاعدة بستخدم بالكربون أتومز كلها to build new substances in the cell يعني هذا الباثوي صحيح أعطاني إنرجي أقل لكن سمح لي بكربون أتومز أكثر هلا التيمر سيل بتنقسم بسرعه كل انقسام لما ندخل بالجي 1 فيز بدنا نعمل اه دوبليكيشن للبروتينات بدنا نزيد الكربوهيدرات بدنا نزيد الليبيدز وهدول كلهم اللي فيه من كربون they need carbon فبالتالي I need carbon atoms أكثر من السلة الطبيعية اللي بوضعها العادي اللي بتنقسمش إلا بشكل منظم الكانسر سيلز لانها بتنقسم سريع محتاجه كربون كثير احتياجها للكربون هذا من وين بدها تجيب الكربون من الجلوكوز ما بتقدر تخسر هالكربونات الثمين الكربون الثمين اللي عندها This very important carbon ما بنخسره عن طريق الأكسدة فوسفوريليشن نستخدمه to rebuild the cells عشان السيل ديفيجن الكويك سيل ديفيجن مع انه طلعنا only two ATP molecules بس معناها محتاجه هي كثير جلوكوز تاخذ جلوكوز اكثر من السلة الطبيعيه الابتايك اوف الجلوكوز انكريزز فبنسمي الكانسر سيلز جلوكوز هانجري سيلز بياخذوا جلوكوز كتير عشان يعوضوا نقص الاي تي بي وبياخذوا هالجلوكوز بياخذوا الكربون اللي فيه بيحولوه لكربون اتمز تو بيلد ذا سيل طب من وين هذا الباثوي اجى هذا الباثوي اخترعته التيمر سيل؟ لا سيل ما بتقدر تخترع هذا الباثوي موجود فينا كنا نستخدمه لما كنا امبريز هذا الباثوي موجود فعليا During embryonic life السيلز بتنقسم بشكل سريع جدا فربنا خالق هذا البروجرام لما السيلز اللي بتنقسم بشكل كبير especially during embryonic life السيلز تعونا كانوا يستخدموا this pathway اللي هو انه يصير في عندي aerobic glycolysis فكل اللي بتعمل تيومر <applause> سيل بتعمل ري سويتشنج بتغير هل الجينات اللي كانت مسؤوله عن الإروبيك جلايكوليسيس بترجع تو بي سويتشد اون ان تيومر سيلز متذكرين تشبه شغله التيلوميريز مثلا التلوميريز كان بالامبريونيك لايف ان اور سيلز بيصير له سويتشنج اوف بالادلت لايف بال, بالماتشور سيلز بس التيومر سيلز دي كان ري سويتش ات اون بيرجعوا يعملوا له اكسبريشن فبيزيد عندهم التيلوميريز نفس الفكره هون احنا ذس باث واي واز يوزد when we were embryos عشان نضل ناخد carbon atoms من الجلوكوز. This pathway is switched off during adulthood لأنه مش محتاجين هذا النمو السريع. Tumor cells بترجع بت... بتعمل switching on to this pathway اللي هو الأيروبيك glycolysis. كيف الايروبيك جلايكوليسيز بصير سويتش اون لقينا انه معظم الجينات المسؤوله عن الايروبيك جلايكوليسيز هي الانكو جينز والتيمر سبريسور جينز لما السل جينز فيها تزيد والتيمور سبريسور جينز تقل ذا ريزلت از انه بصير في عندي انكريزد سيل ديفيجن هذا الانكريز بالسيل ديفيجن لحاله هو المسؤول عن السويتشنج اون على رجوع الايروبيك جلايكوليسيز إذن aerobic glycolysis pathway is stimulated by increased oncogenes and decreased tumor suppressor genes. اللي اكتشف هذا الباثواي uh, اسمه واربرج فهذه بنسميها واربرج إفكت نقصد فيها this uh, uh, metabolism اللي هو الأيروبيك جليكولاسيس. إذا كلمة واربرج إيفكت في الـtumors تعني أروبك جليكولاسيس. Okay so this is a very important hallmark إحنا هون خلينا السل تقدر to meet the demands of uh, the quick replication. quick replication needs building a new cells needs lipids للبلازما ممبرين بده بروتينات عشان تعمل إنزيمز وبده بروتينات عشان نعمل الأورجانيلز and so on فأنا محتاجة uh, organic substances كلها these need carbon atoms وهال carbon atoms إجت من الجلوكوز عن طريق الإيروبيك glycolysis طيب إحنا كيف استفدنا من هاي الشغلة clinically كلنا اللي احنا صرنا نعرف انه التيومر سيلز بيحتاجوا جلوكوز كتير سميناهم جلوكوز هونجري هذا بنستخدمه بنوع من الايميجينج ستاديز اسمها بيت سكان البيت سكان هو نوع من السكان ترى في سي تي سكان في ام ار اي سكان في سكان اسمه بيت سكان البيت سكان انه انا بعطي المريض ديريفاتيف اوف جلوكوز بيكون راديو اكتيف هذا الراديو اكتيف جلوكوز راح يتوزع في جسمه بس مين رح ياخدوا أكتر؟ الـ tumor cells رح تاخدوا أكتر من الـ benign cells الـ normal cells فبالتالي لو صورنا هذا المريض وشفنا عملنا detection لوين الـ radioactivity تبعت هذا الـ glucose موجودة بنقدر نعرف إذا في عنده cells dividing quickly بنقدر نعرف إذا في عنده cells يعني glucose hungry إذا في cells بتاخد الـ glucose أكتر من غيرها فبنعرف إنه هاي الفوكس might be malignant إذا فكرة الـ PET scan هي سكان الهدف منها انه نشوف اذا المريض عنده مالجنانسي بتفيد كتير لما يكون عدد المالجنانت سيلز او او حجم خلينا نقول التيومر صغير ممكن ما نشوفوش بالسي تي سكان وبالام ار اي سكان بنكون شاكين بالموضوع نعمل بيت سكان بتحدد إنا وين في محلات بالجسم وين في ماسز نازل بتاخد جلوكوز اكثر من غيرها اذا مريض راديو أكتر جلوكوز ديريفاتيف وصرت ادور عليه بالبيت سكان هيك بيطلع الشكل هذا البون من البلفس ولاحظوا انه في هون ارياز بتضوي بتلمع هذول راديو اكتف ارياز كلهم راديو اكتف ارياز هذول ميتاستاسز فهي المريضه مريضه عندها بريست كانسر وعندها ميتاستاسز في البون شفناه عن طريق البيت سكان ليش هذول الارياز بيضوا هذول راديو اكتف ليش راديو اكتف لانهم اخذوا جلوكوز ليش اخذوا جلوكوز اكثر من غيرهم لانه ذي ميد ذس جلوكوز for their metabolism بشكل أكبر لأنه they are dividing بشكل أكتر so uh, these are malignant foci إذن البيت scan هي واحدة من الأشياء اللي بتدلنا وين في uptake of glucose in the body. Um, اذا هاي وحده اول طريقه بصير فيها بروجرامينج اوف ميتابوليزم طريقه بصير فيها تشينج ان ميتابوليزم ري بروجرامينج اوف الميتابوليزم انه السيل يوزز ذا واربرج افكت او اللي هي الايروبيك جلايكوليسيس اللي هي تحويل الجلوكوز للاكتيك اسيد رغم وجود الاكسجين طلعنا 2 اي تي بي بس طلعنا كثير كربون اتومز which are needed Or the dividing. الطريقة الثانية قلنا الأوتوفاجي is can be changed in malignancies. تتذكروا الأوتوفاجي من السل إنجري أخذته بالتفصيل ما راح أحكي تفاصيله بس فكرة الأوتوفاجي إنه we recycle the contents of the cells. Uh, هذا recycling الريسايكلين سمت بيأدي in, in many cases إنه cell dies um, فالأوتوفاجي is a way of cell death. So tumor cells need to avoid autophagy. زي ما هم كيف they avoid um, apoptosis. They also need to avoid autophagy. So malignant cells, they change their metabolism بحيث إنه they uh, decrease the autophagy process عشان ما يصير cell death. However, the autophagy is a recycling process. فإذا صارت الها tumor mass stressed ما عندهاش enough oxygen أو أنا قاعدة بعالجها بكيموثيرابي I'm killing the cells ساعتها the surviving cells need انه يصير في autophagy of the dying cells عشان ياخذوا الكربون اللي فيهم وال substances اللي فيهم to rebuild to be used uh, in, the, in the surviving cells فهون التيمر ماس بتعمل switching on بتزيد الاوتفاجي during stressful situations لانه it is helpful for them الاكتشوال ميكانيزم شو البروتينات المسؤوله شو الجينات مش كتير بنعرفها عن الاوتوفاجي بس وينو انه كثير منها له علاقه بالبي اتش 3 بروتين فاميلي اللي هي ريليتد لل uh, ال apoptosis بس الفكره انه تيمر سيلز اذا هم عايشين ببيئه مرتاحين فيها they can divide زي ما بدهم they switch off autophagy so no cells die بس اذا صار في stress within this this tumor mass stress بمعنى انه خصوصا لما احنا نستخدم كيميوثيرابي وار كيلينج ذيز سيلز او لما يصير في هايبوكسيا بهالتيومر ماس فبتصير التيومر ماس هاي عامله ريبروجرامينج بحيث انه السيلز اللي قاعده بتموت يصير لها اوتوفاجي عشان الماتيريال اللي فيهم عشان السبستنسز اللي فيهم تو بي ريوزد ريسايكلد لل مش للنورمال للسرفايفنج سيلز ان ذيس ماس

هو الـ IDH mutation isocitrate dehydrogenase هذا إنزيم درستوه بالكريبس سايكل له علاقة بالكريبس سايكل هذا الإنزيم الـ isocitrate dehydrogenase إذا صار mutated صار فيه mutation بتغير شكله بتغير وظيفته بصير يطلع ميتابوليت ميتابوليت جديد مش موجود بالوضع الطبيعي اسمه 2 هيدروكسي هذا 2 هيدروكسي بيأثر على الميثيليشن اوف دي ان اي بيعمل epigenetic changes بحيث إنها بتؤدي لcell proliferation. هاي mutation موجودة إن some hematological malignancies وموجودة بالgliomas اللي هي tumors في الbrain. Uh, so this is how tumor cells can change their metabolism وهذا اللي change بالميتابوليزم مهم جدا for tumors it is one of the hallmarks of cancer. حكينا عن three pathways اللي هم reprogramming of ميتابوليزم أنه يتحول للوربرغ إفكت رقم اثنين أنه ريسايكلينج بتغير اللي هو الأوتوفاجي يا بزيد يا بنقص حسب وضع للتيومرز ماس وأنه أحياناً بصير creation of نيو new metabolites أنكو هدفها تعمل increase إن in proliferation of the cells Thank يو